المجال كيعجبني بزاف من وانا صغيره وكان عندي اهتمام به بزاف، ولكن ما تحتليش الفرصه لان الانسان كما كتعرفوا كيكون مشغول بالدراسه وبالعمل وبهذا ما كيلقاش الوقت. ولكن تحتلي الفرصه مع الجاره ديالي، اقترحت عليا الفكره وحبتها وعجبتني وقلت نجي نشوف ونتيستي. ولكن المفاجاه بالعكس، حبيت هذا الميدان جدا وتولعت به من اول وهله. في أول حصة صراحة أستاذ جد مقتدر، كاريزما عنده تبارك الله رهيبة، وكيقدر أنه تبارك الله يتواصل مع الناس ويوصل الفن ديالو بسهولة. جيت لهنا حيت كارتاح في السماع. كنت كنحضر الليالي كيكون فيهم داكشي تسمع، وكنت كارتاح فيه، ودابا دخلت نتعلم هذيك في اليوتيوب نشوف هاد الفيديو، وبقيت كنسمع له ديال سعيد بالقاضي. المدد المدد يا حبيب الله، المدد المدد يا حبيب الله. سمعت المقطع وعجبني اللحن وعجبني الايقاع وعجبني يكشي، وقلت علاش لا ما نمشيش نتعلم اكثر من. جد فخورين بهذه الانشطه اللي كتقوم بها الجمعيه حاليا، وهي تأطير
وتلقين دروس الموسيقى والسمع الصوفي وكل ما هو موروث أندلسي مغربي. الحمد لله احنا حاليا كنشطوا يعني اسبوعيا في دار الشباب اللي هو فضاء جميل جدا وهو المكان اللي كيقدر يستوعب هذا الكم الهائل ديال المولعين والمخارطين اللي انضموا للجمعية من بعد ما شافوا الأنشطة ديالنا. فالحمد لله شفنا إقبال جميل جدا من طرف جميع الفئات العمرية، يعني من الأطفال إلى الشيوخ، وهذا يثلج الصدر. علاش؟ لأن حقيقة مدينة طنجة ديما كانت ولادة من الناحية الفنية، وإحنا الدور ديالنا هو هذا التأطير الصوفي الجميل اللي هو إضافة جديدة كانت واحد الوقت ضاعت نوعا ما أو كانت فقط منكبة في الزوايا، فإحنا حاولنا نستخرجوها من ذاك الفضاءات المغلقة النورانية اللي كنسميها هذه الزوايا واحد المكان نوراني، وحاولنا أننا نوصلوها أكبر عدد من الجمهور. ففي وقت الوقت كان الجمهور فقط من متفرجين، دابا حاليا رجع جمهور ممارس، بمعنى أنه كنعطيوه برامج فيها الأشعار وفيها الأدوار الزوياتية والصنائع الأندلسية، فكيقوم ذاك الجمهور كله من صغيرهم إلى كبيرهم ينشد معنا بطريقة احترافية، لسيما أننا كنعلموا ذاك الشيء بواحد الطريقة ممهدة، طريقة علمية أكاديمية في نفس الوقت زوياتية مروحنا، يعني ما كنعطيوش فقط سكوليت ديال الحاجة أو الهيكل، إنما كنعطيو حتى ذاك الروح اللي كتعطي الجمالية من الغناء الأندلسي المغربي والغناء الصوفي. فشكرا لكل الناس اللي كتدعم مثل هذه الأنشطة، لأن هي المستقبل ديال الأسر المحافظة، هي كل أسر كتبغي تشوف ولادها في هذا المكان الجميل. بعد ما شفنا أن موجات ديال الفنون اللي كيسميوهم فنون يعني عوجت الشباب وداتهم من واحد نوع ديال الانحراف الحسي والفني، فاحنا هذا دورنا أننا نرد نوعا ما ذاك الإحساس من الشباب، والعائلات يفتخروا أن أولادهم معنا. والحمد لله احنا في واحد الوقت كنا عاملين هادشي غير الشباب، لكن جبرنا أن حتى الآباء والأمهات حتى هما بغاو يلتحقوا بنا. إذا احنا كنرحبوا بالجميع، والجمعية مفتوحة في وجه الجميع. ومن ناحية ديال الدروس، راه أي واحد يمكن له يشوف الدروس في الإعلانات اللي كنعملوهم في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا شكرا لكل الداعمين، وشكرا للمشرفين على كل الفضاءات الجميلة بمدينة طنجة، وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.